بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب ومرحبا بكم في فيديو جديد. سنتحدث اليوم في مشكلة امتحان الرياضيات وامتحان الفيزياء. كثير من الطلبة يشتكون أن الوقت لا يكفي في امتحان الرياضيات أو امتحان الفيزياء، وهذا بسبب عدة أسباب. الأسباب هذه لا ترجع لطول الامتحان، ولكن ترجع لطريقة دراسة وحل ونمط الحل الذي يستخدمه الطالب. وأول مشكلة وهي مشكلة توزيع وقت الإجابة، بمعنى أن الأسئلة تكون في الامتحان موزعة إلى فرع، اختر فرع مسائل إجبارية وفرع مسائل اختيارية. لو فرضنا أن عندي 100 درجة، فرع المسائل الاختيارية يكون 30 درجة، بينما المسائل الإجبارية 60 درجة والاختيارية 10 درجات. هنا في توزيع الوقت لابد أن نبدأ في البداية في المسائل الإجبارية. لماذا؟ لأن المسائل الإجبارية في كل مسألة، وإن كانت المسألة الواحدة المسألة الواحدة من أكثر من فرع، تحتاج إلى من 10 إلى ربع ساعة، لكن في المحصلة تحصل على أكثر من 10 درجات. لكن لو بدأت في أسئلة إخطار تكون 20 مسألة. مسائل اختر قد يمر عليك مسألة واحدة تحتاج إلى نصف ساعة حل أو أقل أو أكثر، بناء على هل فكرة السؤال قد وصلت لك أم لا. فبالتالي الطلبة الذين يبدأون في حل مسائل اختر يضيعوا وقت ثمين قد يستغلوه في حل المسائل الإجبارية التي يكون عليها الكثير من الدرجات. لذا في البداية لابد أن يقوم الطالب بحل المسائل الإجبارية التي عليها أسئلة كثيرة، بمعنى أن كل 10 دقائق لو استخدمتها في حل مسألة إجبارية عليها 10 علامات، قد تستخدم هذه 10 دقائق في حل مسألة إختار واحد. وهنا لابد بعد ما أنهي المسائل الاختيارية فأنا أضمن 60 درجة، فأنا ضمن علامة النجاح، فأبدأ أني أرتاح نفسيا، ومن ثم أقرر هل المسائل الاختيارية أستطيع حلها بسرعة أم لا. إذا كنت أستطيع أن أحلها بسرعة فأحلها، إذا لا تحتاج وقت كثير فيصبح الأولى أن تحل المسائل أخرى. وبالتالي هنا نبدأ في جزئية توزيع الامتحانات، توزيع وقت الامتحان، ونبدأ في المسائل الإجبارية لأن الدرجات عليها أكثر، ومن ثم المسائل الاختيارية إن كنت أستطيع حلها، إن لم أكن أستطيع حلها تكون في أسئلة نبدأ في إخطار، وهذا يوفر عليه كثير من الوقت. المسألة الأخرى، كثير من الطلبة يقول نحن متأكدين من حلنا وحلينا أسئلة كثير، ولكن يجد أنه لم يحصل على الكثير من الدرجات. لماذا؟ لأن أسئلة الإخطار تكون في أسئلة إجابتين احتمال الحل يكون صحيح، بمعنى أن في حل المسائل باستخدام الإشارات، مثلا لو أخطأت كان عندك خطأ في سالب، فيكون عندك احتمال إجابتين صح، بمعنى سالب 1 و1. وهنا وضع الامتحان يكون وضع احتمال أن تخطئ في السالب، فبالتالي يضع لك خياران، وبالتالي أنت عندما تجيب تعتقد أن إجابتك صحيحة لأن في المحصلة كان عندك إجابة صحيحة نفس الرقم من أسئلة الإخطار. لذا لابد أن نتأكد من الإشارات. ما هي الإشارات؟ إشارة السالب في حالة النقل من دفتر
أو إلى لفظ الإجابة في حالة الحل، بمعنى كثير من الطلبة لا يستخدم الآلة الحاسبة، وتلقائيا قد يكون بمثلا 1+2 = 1، قد يكون طالب 1 = 1 وهذا خطأ. طب يقول أنا طالب علم وأخطأ في هذه المسألة، رغبة الامتحان وضغط الامتحان وسرعة الحل قد تخطئ في هذه المسألة، فبالتالي هذه جزئية بسيطة لا تستاهل أن تخطئ بها، لكن فعليا تخطئ بها بسبب سرعة، لذا لابد أن نستخدم الآلة الحاسبة في كل المسائل في كل جزئية. وهنا نبدأ في جزئية أخرى، جزئية الآلة الحاسبة. كثير من الطلبة يخطئ في استخدام الآلة الحاسبة، بمعنى الأس في الآلة إذا كان الأساس بالسالب لابد أن نضع الأساس بالسالب لابد أن يضع بقوس، بمعنى الآلات سالب 2 أس تربيع، الآلة نكتبها سالب 4 وهذا خطأ، لكن لو وضعتها في أقواس فإنها تعطيك الإجابة الصحيحة. وهنا كثير من الطلبة لا يضع أقواس في عملية ضرب السالب في عملية وضع الأس بالسالب، فبالتالي يحدث خطأ. كثير من الطلبة في المقام، المقام لو كان يوجد عدة أرقام لابد أن تضع الأقواس، في كثير من الطلبة لا يضع الأقواس وبالتالي تكون النتيجة خطأ، وبالتالي هذه الأشياء تؤثر على الأسئلة الأخطر بالذات. لماذا؟ لأن وضع الأسئلة يضع عدة احتمالات خطأ أنت تخطئ فيها، وهذه الاحتمالات هي احتمالات أن تخطئ في السالب في الإشارة، فبالتالي تكون أكثر من إجابة. هو يعتقد أنك قد تكون وضعتها، فبالتالي يطلع عندك الحل الإجابة كما حل وهو موجود خيار في اختر، لكن الإجابة تكون خطأ، لذا لابد في البداية أن نتأكد من توفير الوقت الصحيح، نتأكد من استخدام الآلة الحاسبة في جميع المسائل بسيطها ونستخدمها بالشكل السليم، ونتأكد من مسألة الإشارات سواء في عملية النقل من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة أو أثناء خطوات الحل، بمعنى خطوة إلى خطوة الإشارات تكون صحيحة، الأرقام التي تنقلها تكون صحيحة، فبالتالي الأجوبة النهائية. لكن لو كان سؤال من عدة خطوات فالمصحح سيضع لك عدة علامات على الخطوات التي حللتها، لكن في أسئلة الإخطاء لأي خطأ يعطيك إجابة خاطئة. كثير من الأسئلة أن الطلبة في أثناء المراجعة، الطلبة في أثناء الدراسة لا يحل المسائل بنفسه، وإنما يقرأ قراءة صحف مجرد، والفيزياء والرياضيات لا تضبط أو لا يجري معها قراءة الجريدة أو قراءة الصحف، بمعنى لابد أن كل سؤال تحله بيدك حتى لو أنت حللته قبل ذلك، ولا تختصر في الحل. لماذا؟ لأن مع الوقت الاختصار في الحل قد ينسيك بعض الخطوات، وهذه الخطوات تكون مهمة عندي. لماذا؟ لأن المصحح إذا أخطأ في جزئية أو في الرقم النهائي يبحث لك عن أي خطوة صحيحة، هذه الخطوة الصحيحة لابد أن يضع عليك لها علامة. نرجو أن تكون هذه الإرشادات قد نالت إعجابكم، نرجو أن تهتموا بهذه الملاحظات، وإن أعجبكم هذا الفيديو نرجو أن تضعوا لايك وأن تنشروا هذا الفيديو بين أصدقائكم وأحبائكم، والسلام عليكم.